تعضيل الرائع لهذه الأرضية الإسمنتية. وهنا يتم تسوية هذه الأطراف بالإسمنت. من الرائع جدا رؤية هذا الجرافيت وهو ينزل من الآلة. هنا يتم تجميع هذه الأسياخ الحديدية مع بعضها البعض، وذلك حتى يتم لحامها فيما بعد وتكوين شبكة. تابعوا هذا النابض الملتهب كيف يتم سحبه وتحويله إلى سيخ. هنا أداة الخراطة هذه، تابعوا كيف تقوم بسحب هذا الجزء من القطعة. هذه الكماشة، تابعوا كيف تم تحويلها إلى أداة تقطيع. يبدو أن هذه القطعة تعمل على نسخ ما تحتها بهذا الشكل. عمل شكل مخروطي من هذه القطعة المعدنية. لنتابع هذا الشاب هنا وكيف يقوم بتنظيف هذا الحائط، وهنا يقوم بتنظيف الأرض بهذه الآلات. إنها آلات قوية ورائعة للتنظيف. تابعوا هذا العامل كيف يقوم بقشط الدهان من على السقف بشكل جميل. تابعوا هذه الآلة القوية وهي تقوم بإزالة الجلود من على الأرضيات بهذا الشكل. إنها آلة جبارة حقا. لنتابع هؤلاء المزارعين وكيف يقومون بعملية الزراعة ووضع الشتلات تتابعا بهذا الشكل. هذا الشكل الغريب يبدو أنه إزالة ما تبقى من الدهان من هذا الدلو كما ترون. تابعوا هنا هذا الرجل وكيف يقوم بتسوية هذه القطع الملتهبة، وهي القطع الخاصة بعمل السلاسل العملاقة. تابعوا قوة أداة رش المياه هذه. تابعوا هذا العامل وكيف يقوم بأخذ القياسات وبعد ذلك قص هذه القطع لعملية تبليطها. يبدو أن هذه المطرقة مخصصة لتكسير هذه الثلوج. تابعوا هذا الخلاط وكيف يقوم بصباغة هذه الألوان مع بعضها البعض. مسدس الماء القوي هذا، تابعوا كيف يقوم بخلع هذه القشرة من الأرض. إنه شعور رائع رؤية هذا الدهان وهو ينزل بهذا الشكل. تابعوا هنا مجموعة من الشباب يقومون بنفخ هذا السمايل وتعبئته بالهواء. من الرائع جدا رؤية هذه التحفة الفنية وهي تنزل الدخان بهذا الشكل. هنا هذا الرجل يقوم باستخدام هذه السكين بلف هذا أو تقطيع هذا العجين كما ترون. تابعوا هنا كيف يتم الصباغة على الأرض ووضع الخطوط الصفراء. هذا العامل هنا يقوم بفتح هذه القطعة وأيضا يقوم بسد هذه الفراغات المتواجدة بجانب الأبواب. من الرائع جدا رؤية تجمع نقاط المياه مع بعضها البعض. تابعوا هنا هؤلاء الشباب كيف يقومون بنفخ هذه القطعة. هنا عملية صباغة لهذه الأذرع أو هذه الكفوف. ما رأيكم؟ هنا يمكنكم أن تتابعوا كيفية إزالة الدهان عن هذه القطعة الخاصة بالرول. شاهدوا مدى الراحة النفسية. ما رأيكم بعملية الصباغة هذه باللون الأبيض باستخدام هذه الأداة؟ هذه القطعة التي بيد الرجل عبارة عن منفاخ يتم وضعها حتى تقوم بسحب الأجزاء العالقة في الحائط كما ترون. هنا هذا الرجل يقوم باستخدام هذا البظاظ بملء الفراغات في هذه الأرضية.
كسارة الجوز الرائعة هذه، تابعوا كيف يتم الطرق على كل جوزة لتكسر لوحدها. هنا يتم إطفاء هذا الكم الكبير من هذه القطاع الملتهبة. ما رأيكم بهذا النقش الرائع والجميل على الأخشاب؟ هنا عملية الرسم أو تقطيع باستخدام أدوات CNC لنتابع عديد الأشكال التي يمكن عملها. هنا عجانة الحلوى هذه، تابعوا كيف يتم عجنها أثناء وضع اللون أو الصبغة عليها. يبدو أن هذه الفتاة تتقن رسومات جميلة وتقوم برفعهم في الهواء، تابعوا كيف تقوم برسم هذه الأشكال الجميلة بترتيبها. شيء ممتع أن تشاهد عملية ترتيب الثلاجة وأيضا ترتيب المكتبة والأغراض، إنه أمر مثير حقا. هنا يمكنكم أن تتابعوا هذا العامل وكيف يقوم بتسوية القطع من البلاط التي بيده حتى يقوم بوضعها في الزوايا. وهنا هذا العامل، تابعوا كيف يقوم بتبليط هذا الشكل الجميل والرائع على الأرض. لنتابع. يبدو شكل هذا الطين مستفزا، تابعوا. لنتابع هذا الرجل هنا وكيف يقوم بتسوية هذا الفخار وعمل أشكال جميلة منه. يبدو أن هذه القطع هي قطع نانو صغيرة، تابعوا كيف تتحرك بهذا الشكل. هذا الشاب باستخدام ورق القصدير، تابعوا كيف يقوم بعمل أشكال جميلة ومميزة ويقوم بالرسم بشكل رائع. لنتابع. هنا يتم باستخدام هذا المنشار قص هذه القطعة المعدنية بكل سلاسة وسهولة. يقوم هذا العامل هنا باستخدام أداة التنظيف بتسوية الأرض وتنظيفها جيدا. لنتابع هذا المنشار وكيف يقوم بتثبيت القطعة وبعد ذلك قصها بهذا الشكل. لنتابع كيف سيقوم هؤلاء العمال بعملية وضع وتثبيت هذا السلم المعدني في هذا المكان. تابعوا كيف يتم تركيب النابض الخاص بالدفاتر الورقية. هنا يمكنكم أن تشاهدوا هذه النبتة عند تفتيتها ماذا يحدث. ما رأيكم بهذا العامل الذي يقوم بتسوية الأرض بالإسمنت لوضع البلاط بشكل احترافي؟